السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الحلوين، أهلا وسهلا بكم في درس جديد بعنوان الجمع حتى 99. معايا رقمين دلوقتي يا أصدقائي، عايز أجمعهم على بعض. 43 زائد 25. 3 زائد 5 يساوي كام؟ يلا بينا يا أصدقائي نحط 3 زائد 5. تعالوا نحط 3 كور دلوقتي في العداد، 1 2 3 كور، وهجمع عليهم 5 كور. يلا بينا نضيف 5 كور أو نزود 5 كور، 1 2 3 4 5. يبقى معانا كام؟ 5 و3 يبقى معانا 8. يبقى 8 دي في خانة الأحاد. طيب 4 زائد 2 هزود 4 كور، 1 2 3 4. طبعا الكور هنا كل كورة ب10، يبقى ايه؟ 40. 40 زائد 20 هيدونا كام؟ تعالوا كده نحط 20، ادي 1 2، يبقى دول في خانة الايه؟ العشرات. 20. 40 زائد 20 يدونا كام؟ 60. يبقى الناتج معايا 68. تعالوا نشوف 5 7. تعالوا نشوف يا أصدقائي 15 نزود عليهم 52، الناتج هيطلع 67. طب جه منين الناتج 67 اللي في العداد دلوقتي؟ 15 نزود عليهم 52. نلاحظ ان مش محتاجين ان احنا نحط الرقم صغير فوق او الرقم صغير تحت، ما بنتقيدش بالموضوع ده، يعني لا ما بنهتمش، يعني يا أصدقائي ما بنهتمش بإن الرقم الصغير يبقى فوق أو يبقى تحت. الجمع هو جمع، بضيف حاجتين على بعض، المهم يطلع الناتج 5 زائد 2. يلا بينا نحط ال5 كرات بتوعنا، أدي 1 2 3 4 5 كرات، عايز أضيف عليهم كورتين، أدي كورة وأدي التانية، يبقى كده معايا كام كورة؟ 7 كرات. يبقى 7 في خانة الأحاد. طب والعشرة؟ معايا 10 واحدة، هضيف عليها 5 عشرات، يبقى معايا كام؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى أنا كده معايا 6 في خانة العشرات. تعالوا بينا يا أصدقائي نجمع بس بشكل مختلف. معانا دلوقتي أرقام 14 و45 و62، تعالوا بينا ناخد كل رقم، ومرة هنزود 4 ومرة هنزود على الناتج 30. تعالوا بينا نشوف اللعبة دي هتتلعب ازاي. معايا 62، لما زود عليهم 4 هيدينا الرقم كام؟ 62 نزود 4 في خانة الأحاد، مرة هنزود الأحاد ومرة هنزود العشرات. المرة دي هنزود الإيه؟ الأحاد. 2 زائد 4 هيدينا كام؟ 6، ومعانا 60، يبقى هنقول إيه؟ 66. يلا 45 زائد 4 هيدينا كام؟ 49. و14 نزود عليهم 4 يبقى كام؟ 18. طيب تعالوا بقى ناخد 66 نزود عليهم 30 هيدونا كام؟ 96، لأن 60 و30 90. طيب 49 هنزود عليهم 30 يبقى 40 زائد 30 يدينا كام؟
70 يبقى 79، 18 نزود 30 يبقى كام؟ 48. يبقى أصبحنا كده أصدقائي زودنا على الناتج كام؟ 34. شكرا ليكم أصدقائي الحلوين، وبكده ينتهي درس النهاردة، واستنوني الحلقة اللي جاية ودرس جديد ومعلومة جديدة ونفهم نتعلم ببساطة.